تتبع قناة مغرب نيوز مباشرة من مدينة المحمدية بقنطرة طاليان المحمدية. جات الصباحيات سيارة خفيفة تقلبات في الأثناء هذو وحد الساعة باقي ما عندناش المعطيات الكافية، لكن غادي نحاولوا نشوفوا المعطيات اللي كاينة. حنا الآن كنتواجدوا بالقرب من هاد السيارة اللي تقلبات، وغادي نحاولوا نشوفوا من عند الحضور اللي حضروا من الأول ونعرفوا واش كاين شي حالة ديال الإصابة، واش كاين شي حالة خطيرة أو لا مجرد فقط ديغا ماتيريال، يعني الخسائر المادية هي اللي كاينة. غادي نحاولوا نشوفوا هاد الأخبار كلها، غادي نحاولوا نستقيوها. المهم أن السيارة خفيفة تقلبت حاليا بالقرب من قنطرة الطليان في المحمدية قرب من الصباحيات. نحاول إن شاء الله أن نعرفوا المعطيات ونحاولوا نعرفوا اش واقع بالضبط، نشوفوا واش كاين شي حاله من الحالات ديال الاصابه او لا. سمعتوا لحد الساعه كاين لي ديغا ماتيريال، الخسائر الماديه، اما الخسائر الاخرى مازال ما عندناش شي معلومه. غنحاولوا ان شاء الله اننا نقربكم الصوره وللخبر والحدث. ثم كما كتشوفوا معنا هذه السيارة اللي وقع لها الحادث، ما الآن كيحاولوا لأنهم يرفعوها من المكان اللي وقع فيها هذا الحادث هذا. نتمنوا على أنه ما يكونش شي حاجة اللي هي خطيرة، نتمنوا على أن تكون غير يعني خسائر المادية، كلشي كيتعوض إلا الصحة والأرواح البشرية اللي ما كتعوضش. نتمنوا فعلا لأن ما تكون شي حاجة خطيرة. معنا على المباشر مغرب نيوز مباشرة من مدينة المحمدية بالضبط من القرب من الصباحيات قنطرة الطليان المحمدية. نسأل الله السلامة، وهذه مناسبة على أننا نزيدوا نوصي ونأكدوا جميع السائقين مستمعي الطريق يزيدوا شويه في الحيطه والحذر. يكفي هذه الحروب اللي حنا كنعيشوها ديال الطرقات، يكفي على اننا ضاعوا ارواح كثيره، تفرقوا اهالي، وقعوا كوارث كثيره في الطرقات المغربيه. نتمنوا فعلا على ان هذا المسائل هذه نكونوا على درايه بها، ونحاولوا اننا نحسنوا من السلوك ديالنا الطرقي، ونعطيو يعني اهميه للطرق المغربيه باش ما نبقاوش كنوقعوا في هذه الحوادث هذه. كما كتلاحظوا معنا هذه السياره اللي سياره خفيفه وقعت لها الحادثه. دائما هذه مناسبة للنصح وكذلك التذكير على أن الطرق المغربية باتت تشكل خطر على مستعمليها. المزيد من الحيطة والحذر، المزيد من التأني، المزيد من الحس بالمسؤولية. تنجي نفسك وتنجي الغير، ترجع سالم لوليداتك. ونتمنى فعلا على ان هاد الحوادث ما تبقاش كثيره في الطرق المغربيه. كنتمنى كذلك على ان اصحاب هاد السياره ما تكونش عندهم شي اصابات جسديه، وتقتصر فقط على الخسائر الماديه ولو انها حتى هي ليست في الصالح، لكن قدر الله ما شاء فعل. كنتمناو صادقين على ان هذه الحالات هذو ما يبقاوش هو المكان اللي وقعت فيه الحادثه. حاولوا نشوفوا اخبار من عند التهور. بالنسبه كاع الارباب سيارة التعليم راه تيعلموا اي واحد تيعلموا، ولكن تيكون التهور ما عندك ما دير. التهور ولا الافات ديال الله، فهمتي؟ تقدر تكون غادي، يقدر يكون التليفون، يقدر يكون تيكون بنادم معصب، كل واحد كيطرى عليه. فهمتيني؟ كنسمعوا هنا المطرق كبيره 9 هكا وراه بعض المرات راه تيكون التهور اخويا.
راه التهور راه التليفون يصيدك، تبقى غادي ملهي مع التليفون راه بالسيف صح. وخاص يكون واحد القضيه، خاصها تكون التلفازه خاصها تكون التلفازه، بعض المرات خاصها دير شي توعيه باش بنادم يوعى شويه، ما يبقاوش فهمتي، خاصها التوعيه ضروري، خاص التوعيه اخويا ضروري. شي نصيحه هي الحذر، خذ الحذر وبعد من التليفون في الطريق، بعد الحذر بعد من بنادم، سير بشويه، سير اخويا بالمهل كما تيقولوا، وداروتي تكلموا الرجال المهر كيوصل، هو المهر تيوصل اخويا، اللهم بشويه، اللي غادي بجيب راه غيوصل، اللي غادي بشويه غيوصل. الحمد لله وشكروا فطره ليه والو، سبحان الله. راه الافات اخويا، السائق بوحدو اللي كان في السياره، غيكون بوحدو، غيكون كان بوحدو، كون مع شي واحد كون بان لك. نعم، هذا الشيء اللي كاين اخويا، الاولى والاخرى الله يهدي ما خلق. امين. راه بنادم التهور شكرا بارك الله فيك. كما سمعتوا مجرد صادق فقط، هذا يمكن الناس اللي كانوا حاضرين هنا اثناء وقوع الحادثه. دائما هذه هي الكلمه اللي كتقال، وهو المزيد من الحيطه والحذر، المزيد من الاحساس بالمسؤوليه باش ما يبقاش يوقع لنا بحال هذه المشاكل هذو في الطرقات ديالنا. يعني كما كتشوفوا طريق عريضه، طريق كبيره، طريق يعني مصوبه مزيانه، يعني ماشي شي طريق اللي هي صغيره او لا، يعني طريق كبيره، طريق متسعه. حتى المكان اللي وقع فيه الحادث هو مكان يعني فيه بلاصه خاصه للوقوف، فيها الطريق يعني عريضه، مساحه كافيه على ان يدوزوا جوج ديال الرموكات او ثلاثه كاع، يعني قدر الله ما شاء فعل. هذا هو اللي غادي نقولوا، غادي نعاودوا ناكدوا ونقولوا المزيد من الحيطه والحذر، المزيد من التأني. ارواحنا في العاتق ديالنا، ارواح الناس على العاتق ديالنا، نحميو نفوسنا ونحميو معنا حتى السائقين الاخرين، نقصوا من التهور، نحاولوا نلتزموا بالقواعد ديال السياقه، ونحاولوا نلتزموا بالمدونه ديال السير، نحاولوا على اننا نكونوا فعلا مسؤولين قبل ما نتحملوا مسؤوليه شي كارثه. الى هنا نقول لكم تحيه طيبه، و المزيد من الحيطه والحذر، نسعوا من الله السلامه. كنت معنا عبر المباشر من مدينه المحمديه قرب قنطره الطليان، المصباحيات المحمديه. السلام عليكم.